عندما تغضب الأمهات الصغيرات. ذهب رودريك تكر إلى منزل تابيثا مارتن بكارولاينا الشمالية قبل يومين ملبيا ما ظن أنه دعوة لممارسة الجنس، لكن كورتني تلجون وهي الأم رقم 2 قفزت عليه وبدأت ضربه. ولأن وجود الأمهات يعني وجود الأطفال، احتمى رودريك بطفل ظنا أنهم لن يضربوه لكنه كان مخطئا، فقد صعقته الأمهات بالكهرباء. وحسب تقرير الشرطة فإن المرأتين غضبتا لأنهما اكتشفا تورط رودريك بعلاقة مع امرأة ثالثة. فما رأيكم أعزائي؟